هلا بحفل عماد، قلت حفل عماد عماد احمد احمد عماد والله مجال عملنا تقريبا احنا المكتب الايمن كان زخم كلش قوي، وجهود القطاع الايمن وبجهود دار صحة نينوى وبجهود المنتسبين المتوفرين لدي استطعنا ان نعبر كل المعوقات وتسهيل كل الامور واكمال المعاملات باسرع ما يمكن وتوفير كل الاحتياجات اللي يحتاجونها المواطنين. قصدي اول اكو معوقات بالعمل الشرعي حاليا؟ اي معوقات ما موجوده، لانه كل شيء الحمد لله جهود الدائره وجهود القطاع والمنتسبين الموجودين، اي معوقات تعديناها والحمد لله والشكر. حاليتنا حاليا مستقره جيده جدا ان شاء الله. حاليا اليه عمل جديده؟ والله احنا الآلية العمل الجديدة اللي رفعنا بها آخر شيء بالنسبة للموقع، بصراحة الموقع تعرف هو مكتب ولادات ووفيات عبارة عن أيمن والخارج والعرب والأجانب الموجودين بالموصل، فردنا موقع أكبر وأوسع خاطر نقدر نوسع بعد الغرف مالتنا، نطور الكادر مالتنا، نزيد العمل أكثر يسير بحيث المعاملة تنجز خلال ساعة واحدة. لكم نية نقل إلى مكان آخر أفضل من هذا؟ والله طلبنا من السيد مدير القطاع على أساس تحديد أكو أرض موجود بالباب البيض الصحة العامة، بس رفعنا بها كتاب إلى قسم التخطيط ما حصلت الموافقة على أساس يبنون بها بناية هناك، قالوا خلال 6 أشهر تكمل. بعدين جاني الخبر بأنه وزارة التخطيط ما قبلت دائرة التخطيط ما قبلت بهذا الأمر. إحنا بالنسبة لنا عندنا مكتب ولادات وفيات الأيمن، مكتب ولادات وفيات خارج العراق اللي هسه احنا بيه عزلناه جديد، يعني افتتحناه جديد، كان من ضمن مكتب الأيمن. أنا كنت مدير مكتب الأيمن ومكتب يعني مدير المكاتب كلها. ففتحنا مكتب خارج العراق بصراحة بجهود الدائرة، مشكورين يعني شعبة الإحصاء وقطاع الأيمن ومركز الصحي الغربي. فالعمل مالنا يعني ما أقول لك انتهى، وإنما تقلص إلى 25%، أقل من 25% من الزخم اللي كان بال 2018 و 2019. فهسه الحمد لله عملنا يوميا تنجز أقل شيء 400 معاملة، هذا بالنسبة للأيمن والخارج العراق والعرب والأجانب. إحنا عندنا خارج العراق كل العراقيين ضمن محافظة نينوى اللي ساكنين في كل دول العالم ولادات ووفيات. بالنسبة لدائرة ولادات ووفيات الأيمن، اولا عدد الموظفين قليل، يعني ما يلحقون هذا الكم الهائل الايمن نفوسه ثلثين الايسر، هاي واحد. رقم اثنين، يوم تجي يقول لك سجل الولادات ماكوش، يوم تجي يعني الموظفين قلال ما يلحقون، وسجلات ماكو، دفتر وصولات ماكو، يعني تجي الموظف حق ما يلحق. يعني مو الموصل الايمن كبيره، مو بس بهاي الدائره، المكان ضيق يعني الى حد انه ناس ببطن ناس. فاللي نرجوه الدولة تحاول تساعدهم، يعني مديرية صحة نينوى تحاول تساعدهم، يعني الموجودين 10-12 واحد ما يلحقون هذا الكم الهائل من الولادات والوفيات، صورة قيد وفاة، عندك تسجيل خارج. والله عندي بيان ولادة من الخارج وجاء سعد راجع علينا. يا دولة؟ عمان، أردن. أردن. نعم. ساكن جنابك هناك؟ لا، عندي ابني ساكن هناك، بس عنده طفل، جاء من طفل لسه جد راجع داخل بيان ولادة ما طلع له جنسية. لا جاب البريد وانا راجعته عليه، وقبل اسبوع راجعت كنت جاء اليوم ورحت هسه الجماعه، يعني متعاونين موظفين متعاونين معنا بصوره عامه يعني كل، بس شنو عندهم نقص يعني موظفين قلال، دائره صغيره وازدحام كثير صراحه، ازدحام يعني خليت الازمه يعني بدلون الدائره غير دائره، شوي اوسع شوي اكبر، الناس تقعد ترتاح تاخذ راحتها يعني. بالإضافة إذا الجماعة متعاونين بصراحة، الكل متعاونين وطريقة عملهم سلسة وحلوة مرتبة. عندك والله بيان مع الطفلة مع الولادة، أي جينا راجعنا قبل شهر ونص، قال لي تعال بعد 10 أيام، هسا جيت أعطيته الوصل قال لي انتظر. أي يعني ماكو إشكال؟ لا ماكو مشكلة، لا
هسه يعطونا الوصل اللي البيان ماله جاي قبل ينطيك الوصل مالك وترجع جاهز على الدرجه الجنسيه. اي نعم. تشوف البنايه تسع، هاي البنايه يعني والله تسع، بس اشنو يعني هنا احنا مسوين الخبصه، لو يستريح وينتظر انطى الوصل ماله انتظر، بس كله واقفه على الشباك، الموظف ما يلحق، هوس على راسه وزغم عليه ما يلحق، بس عايز يستلم الوصل يقول لك استريح، طلع البيان مالك يصيح اسمك تعال استلم بيانك وروح على الجنسيه.